بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناه تفسير احلام والرقيه الشرعيه النهارده هنتكلم على رموز لو شفناها في المنام فنبشر برزق بمال بشفاء بتحقيق امنيات يمكن غاليه على الراي هنتكلم على رموز بتدل على الاستقرار على سماع اخبار مفرحه اول رؤيه معانا او اول رمز هنتكلم عليه لما يشوف الشخص انه بيحط قحل في المنام رؤيه ان الشخص بيحط كحل او يشوف ان عينيه متكحله من الرؤى اللي بتبشر برزق وبرزق وبقدوم خير وكمان قدوم بركه حتى الرجل كمان لما يشوف الكحل او يشوف عينيه ان هي متكحله فبشارة ليه برزق ومال آه كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي آه بتتكحل آه فمن الرموز المبشرة لها بالحمل آه كمان آه من الرموز اللي بتدل على امتلاكها آه آه شيء آه قدوم مال قدوم رزق او امتلاكها آه بيت جديد او امتلاكها شيء آه جديد كمان رؤية الوضع الكحل أو التكحيل في المنام ويشوف الشخص أن عينه بقت شكلها حلو بعد ما حط الكحل فده بشارة بزوال متاعب وزوال هموم من الرموز برضو اللي بتدل على الشفاء لو كان الرأي مريض آه بردو من الرموز اللي ممكن تدل على السفر آه الرجل لما يشوف إن عينه فمن الرموز اللي بتدل على السفر والسفر ده هيكون بهدف آه العمل وهيكون بشارة ليه بحصوله على فرصة عمل وكمان آه هيحقق من خلالها آه منفعة وهيحقق من خلالها آه رزق ومال الرؤية الثانيه او الرمز الثاني هو رؤيه الجري أه لما يشوف الشخص انه بيجري او بيركض في المنام اولا رؤيه الجري من الرموز اللي بتدل على سعي الرؤي سواء سعيه لتحقيق امنيه او تحقيق شيء هو بيرغبه بشده او سعيه وراء المال وسعيه وراء رزق لما يشوف الشخص انه خلاص وصل للمكان اللي هو عايزه او وصل للشيء اللي هو كان بيجري عشانه فمن الرؤى اللي بتدل على تحقيقه ليه امنية كان بيسعى لتحقيقها من فتره طويله او كان منتظرها او حصوله على مال وحصوله على الرزق كمان لما يشوف الشخص انه آه آه بيجري آه ورا حيوانات مفترسة في المنام او وحوش فمن الرؤى اللي بتدل على النصر وعلى تحقيقه لنجاح وتحقيقه لانجازات لما يشوف انه بيجري ورا آه غنم فده مال هو هيحصل عليه ورزق حلال هيحصل عليه الفتاة العزبية هنشوف انها بتجري مع رجل هي تعرفه في الحقيقة فمن الرؤى اللي بتدل على زواجها من الشخص ده او يعني حصولها على مال وحصولها على رزق ممكن يكون الشخص ده سبب فيه آه كمان آه لما تشوف الفتاه العزباء ان هي بتجري ورا آه اما تشوف انها بتجري او بتلاحق آه رجل في المنام اما تشوف انها بتلاحق رجل في المنام وتشوف خلاص انها وصلت له فمن الرؤى اللي بتدل على آه تحقيقها لامنيه وتحقيقها لطموح آه كانت آه بتتمناه أي كمان لما يشوف الشخص انه بيجري في المنام فمن الرؤى اللي بتدل على حظ سعيد وكمان على وصوله لهدف او طموح كان بيتمناه كمان الجري في المنام لما يشوف الشخص انه بيجري في سباق لما يشوف انه بيجري في سباق ويشوف انه هو فاز في السباق ده فبرضو من العلامات اللي بتدل على نجاح الرأي وعلى تحقيقه لأهداف وتحقيقه لطموح او حصوله على امنية لما يشوف الشخص أنه بيجري وإن هو آآ يعني آآ بيجري بسهولة فده تخطيه لصعاب وتخطيه لعقبات كانت واقفة في طريقه إنه يحقق حلم أو يحقق آآ أمنية الرؤية الثالثة أو الرمز الثالث وهو خاص بالحيوانات لما يشوف الشخص الديك في المنام رؤية الديك اولا لما يشوف الشخص اللحم بتاع الديك فمن الرؤى المباشرة ليه بعزة وبسلطة وبيجاه كمان الدم بتاع الديك من الرموز اللي بتدل على زوال تعب وزوال الهموم سماع صياح الديك او صوت الديك في المنام فده قدوم فرج وبشارة بتيسير يمكن بعد عسر او بعد صعوبة كمان من الرؤى اللي بتدل على حصول الشخص على مال على غنى على ثروة هيحصل عليها الرأي الديك من الرموز المبشرة بولادة ذكر والله اعلى واعلم كمان الديك من الرموز اللي لما تشوف يشوف الرأي ان في ديك دخل البيت بتاعه فده من الرؤى اللي بتدل على علو شأنه على مكانة بين الناس الديك الأبيض من الرموز اللي بتبشر الشخص بزوال أهم وبقدوم سعادة وبقدوم فرحة الفتاة العزباء ما تشوف الديك الأحمر فبشارة ليها بارتباطها بشخص هي بتحبه أو بترغبه لما تشوف الديك الأسود أحيانا بتدل على ارتباطها بشخص هي مش هتحبه أو مش هتكون عايزاه الرؤية الرابعه معانا النهارده آه هي رؤيه انجاب البنت آه رؤيه انجاب بنت في المنام تكون البنت شكلها حلو وما اي آه عيب آه من الرؤى اللي بتدل على رزق وعلى رزق آه وفير من الرؤى اللي على بتبشر الرأي بقدوم فرج بقدوم آه رزق بزوال للهم المراه المتزوجه لما تشوف انها انجبت آه بنت فمن الرؤى اللي آه بتبشرها بالحمل آه، كمان إنجاب بنت من الرموز اللي بتدل على الخطوبة وعلى الارتباط وعلى زوال لي آه، صعاب أو زوال لي آه، مشاكل كمان آه، إنجاب بنت بشرة آه، بفرج آه، كمان إنجاب البنت في المنام من الرؤى المبشرة بزوال آه، كرب أو خلاص الرأي منهم أو آه، من هم آه، أو من دين آه كمان انجاب بنت جميله في المنام بشاره بحصول الراي على فرصه عمل جديده لو هو عاطل او بيسعى لعمل فبشاره بحصوله على فرصه عمل آه جديده هيحقق من خلاله آه من خلالها احلامه وكمان هتكون آه آه يعني هتعود عليه بماله آه وبرزق ده كده باختصار أهم اربع رموز لو شفناهم في المنام فنبشر بقدوم خير نبشر بزواج بذرية بأخبار سعيدة بتحقيق أمنيات فاتمنى إن يكون الفيديو عجبكم لو في أي سؤال أو استفسار اكتبولي تحت وأنا ان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة